نادية؟ والله ما بعرف يا ماما، مدري لوين راحت. لا 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 ربي يسعد مساكي. مساك ابن عمي. الله ريته ألف مبروك. الله يبارك فيك. قعدي مطيعة، قعدي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ابن عمي، يا عيون ابن عمك، يا صمصومة قلبه لابن عمك. امي وصتني. على شو؟ انه صلي ركعتين لوجه الله تعالى. ايه شو علي؟ واجب نصلي ركعتين. قومي بنت عمي، قومي خدي راحتك ببيتك. حاضر. ولسوف يعطيك ربك فطرت. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. دونك tu es bien rentré dans la maison d'Abu Hatim. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Je peux vous assurer qu'Abu Hatim est loin d'être un homme de politique. Jean Nadia, moi j'étais assez clair avec toi. Je ne t'ai pas demandé d'analyser la personnalité d'Abu Hatim, mais de bien fouiller dans ses affaires. Et je n'ai rien trouvé. Tu as ouvert sa propre armoire? Oui, chère. ابنك ماله نفس يتجوز مرة تانية ولا بس مشان جاكري سعاد خانو؟ لك شو سعاد وما سعاد انت التانية؟ لك انا رح يطق قلبي على ما اشوف ولد لبشير؟ بدي اشوف حسن يا ام زكي. جميلة طولت، والله العظيم طولت. لا تقبريني لا تقولي هالكلام، هي حكمة الله. اتقي الله يا حبيبة قلبي. ونعمة بالله. بس بدي زوجه. شو ام زكي؟ بتروحي معي؟ لا ما بدي روح معك انا. مشان هيك ما حكيتي قدام فوزية؟ ايه مشان هيك، وبدك تجي معي. لا يو، شو اجي معي؟ يهلك فريان، والله ما امن فيكي تقبريني. لك بروح معك بروح، وبنطلبها رسمي، مو انه ما بروح، بس مو هيك بدون حكي رجال. شبكي لك ام بشير، شو صاير لك؟ بعدين ابنك ما نورت يعني، شلون بدك تطلبي له اياها؟ يو على هالقصة،
اي والله بتعلق الرجال ببعضهم، بتخلي الدم يصير للركاب، وغير هيك هي بنت ناس وعالم، ما انا لعبه. شبك مبشير؟ والله يا فرجال ناطف قلبي على ولد لابني، وبعدين بدي غيظة لسعاد. ها لك انا معي، انا معك انه تنغاظ سعاد، بس مو هيك تعلقي المشرقي بالمغربي. لك ام بشير حاكي ابنك وفهمي منيح وهاودي. يعني بفهم من كلامك انك ما رح تجي معي، ما هيك فريال؟ اسمع ولا السمع، قال روح معه، قال إيه لا مالي رح اروح. عاش يا بي. لوي على هوا يا بي. لا تعوق يرضى عليك. شوف مين يا بي. جيتك جيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ مثل العسل على الغيفة. هون عم يا بزافي؟ هون. يلا 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 يلا. شرف تفضل. يلا يلا. فهمت؟ والله ما برضى عليك. يا مو انت شو عم تحكي؟ ليش بدي اتجوز؟ وشلون بدي اتجوز؟ يا مو جميلة بنت عالم وناس وبنت أكابر. إيه ما قلنا شي لك يا مو. بس بلكي ما بتجيب ولاد. أنا بدي أفرح لك بصبي لك أمي. بدي أشوف حسن يا أبو حسن. طيب بركي تجوزت وإجاني بنات. ساعتها أمر الله. لا إله إلا الله على هالسيرة، لا إله إلا الله على هالسيرة. والله والله بغضب عليك إذا ما تجوزت لنعمة بنت أبو زافر. لك نعمة بنت حسب ونسب وعز ومال. يا مو أنت سمعتي شو عم تحكي؟ بدك تغضبي علي لاني ما بدي اتجوز؟ يا مو نحن هيك مو مدبرين حالنا، شلون ما تغضبي علي؟ ما بعرف يا مو، بدك تتجوز نعمه يعني بدك تتجوزها.